قال رئيس الهيئة التشريعات القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر إن مجريات الأمور خلال الأشهر الأخيرة أكدت أن البلاد في حاجة إلى اجتهادات جديدة رغم المجهودات التي بذلت، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية. تنعقد الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية في ظروف تشهد فيها الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في بلادنا تحديات كبيرة. أحاطت ببلادنا ظروف شدة وضيق في الأوضاع المالية والاقتصادية، رتبت تحديات هائلة. هذه الظروف تجعلنا نستذكر بعض الحقائق عن العلاقة بين الهيئة التشريعية القومية وبين رئاسة الجمهورية، وكذلك بين الهيئة ومجلس الوزراء، والعلاقة بين الهيئة والسلطة القضائية.